بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله عيش الصاج او عيش الشاورما. عندنا نص كيلو دقيق، وهنضيف على الدقيق رشة ملح ونقلب، وهنضيف 3 معالق كبار زيت، وهنضيف مية دافية تدريجي واحنا بنقلب لحد ما العجينة تبدأ تلم معانا. وبعد ما تلم معانا هنعجنها بإيدينا حوالي 5 دقايق. بعد كده هنغطيها وهنسيبها ترتاح حوالي نص ساعة، وكل ما بنسيبها ترتاح أكتر بتكون أسهل معانا في الفرد بعد كده. وبعد ما العجينة ترتاح معانا هناخد قطعة من العجينة وهنرش الرخامة بالدقيق، وهنبطط العجينة الأول بإيدينا، بعد كده هنفردها بالنشابة وهنفردها بسمك رقيق قدر الإمكان. وخلاص كده فردنا الرغيف بسمك رقيق، وهنسخن طاسة على نار متوسطة لحد ما تسخن معانا كويس. بعد كده هنحط فيها الرغيف وهنلفه بالشكل ده لحد ما يبدأ يعمل معانا فقاقيع، بس نخلي بالنا من الحرارة. بعد كده هنقلبه على الناحية التانية وهنلفه برضو، وخلاص كده بنشيله ونخلي بالنا ان احنا ما نزودش عليه في السوى عشان ما ينشفش، عشان يبقى طري جدا معانا بالشكل ده. واول ما بنشيل العيش من الطاسة بنغطيه عشان ما ينشفش برضو، وخلاص كده العيش جاهز معانا. جربوه وان شاء الله هيعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وإلى اللقاء إن شاء الله في الفيديو القادم.